الحديث عن الموضوع معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف عبر سكايب. أستاذ حامد، دكتور حامد مرحبا بك. اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت للمشاركة في تظاهرات يوم الثائرة العراقية يوم غد الأحد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. كيف تابعت دكتور حضور المرأة العراقية في ثورة تشرين؟ مساء الخير عليكم جميعا، شكرا على الاستضافة، تحياتي لكم و لمشاهديكم الكرام، وتهانينا القلبية للمرأة العراقية الصابرة المثابرة الثائرة التي أبت إلا أن تشارك أخيها وابنها وزوجها وزميلها الرجل في تحرير الوطن من براثن العملاء وهيمنة ولاية الفقيه على بلدنا العزيز، منذ بداية الثورة الوطنية التحررية في 1 أكتوبر تشرين من السنة الماضية، المرأة العراقية متواجدة الحقيقة في ساحات الاعتصام والاحتجاج في الجامعة وفي دوائر الدولة وفي كل ساحات البلد العزيز، وأيضا في البيت هي أيضا شاركت الشاب العراقي في الإسناد والطبخ والدعم اللوجستي اليومي. المرأة العراقية لم تتخلف يوماً منذ الأربعينات، والمرأة العراقية متواجدة يعني، وفي هذه المناسبة الحقيقة كل التهاني القلبية لهذه المرأة التي فعلاً ضربت المثل الأعلى أمام العالم أجمع، لذلك هي لن تبخل ولم تبخل من أن تقدم كل التضحيات وكل الجهد من أجل إسناد الرجل ومن أجل تحرير هذا الوطن العزيز. غدا ستكون أعتقد مليونية المرأة بكل جدارة، 8 آذار لم يعد فقط عيد للمرأة العالمي أو عيد للمرأة العراقية، وإنما ستنطلق أيضا هناك في ساحات الاعتصام والاحتجاج بدايات أيضا لتحرير إن شاء الله الوطن العزيز بالنصف الآخر من المجتمع العراقي، إن لم يكن أكثر من النصف، لأنه نسبة النساء في العراق هي أكثر من 50% كما نعرف. لذلك أنا ما أستبعد أن تكون هذه المساهمة ليوم غد ستكون مؤشر واضح يضرب به المثل أمام العالم أجمع. لماذا؟ نعم دكتور، إذا سمحت لي، لماذا يتعمد النظام السياسي الحالي التعامل مع المرأة العراقية بسياسة الاختطاف وسياسة التشهير وكذلك حتى القتل؟ عزيزي، العقدة لم تكن ولم تقتصر على إقصاء المرأة. لا ننسى احنا طبعا المؤشرات، مع الأسف أقولها، مؤشرات المذهبية أو الطائفية أقصت المرأة وهمشت المرأة وأصبحت بمفهوم متخلف، كون صوت المرأة هو عورة، في حين صوت المرأة منذ البداية مثل ما ذكرت آني هو ثورة على كل التقاليد البالية وكل الأساليب القمع اللي استخدمت ضد الشباب وضد المرأة ضد المجتمع ككل. هم لم يعمدوا فقط إلى أقصاء المرأة، وإنما أقصوا الشباب، أقصوا البديل المتحرر لنيل حرية البلد واستقلاله والحفاظ على سيادته واستقلال قراره السياسي. هذه الحقيقة ديدنهم، أنه الإقصاء هذا هو الحقيقة أسلوبهم الوحيد لإبعاد أي احتمال لتغيير جذري قادم. نحن نعيش الآن الحقيقة إرهاصات الوضع اللي يؤشر بشكل لا شك فيه أنه التغيير قادم، التغيير الحقيقي لابد أنه، وهي هذه حتمية تاريخية، لابد أن يحصل. لذلك هم متشبثين بالسلطة، متشبثين بالبقاء، لأنه القضية لم تعد قضية سلطة فقط، وإنما قضية وجود بالنسبة للطبقة السياسية الفاسدة القابضة على هذه السلطة. الميليشيات استخدمت أساليب قمعية، استخدمت القمع، الرهان على الوقت أيضا استخدم. الآن مثل ما نشوف احنا دور إيران، وبالمناسبة اليوم أيضا زيارة شمخاني إلى العراق على رأس وفد رفيع المستوى للقاء الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية، يندرج ضمن هذا الوضع. هو اليأس
بعد مقتل قاسم سليماني اليأس من أنه يعني الاتفاق على دكتور حامد، يعني نعم. رغم يعني إصرار الكتل السياسية والأحزاب السياسية على قمع تظاهرات ثورة تشرين، قتل المتظاهرين الثائرين، مع ذلك جميع فئات الشعب وكل مكونات الشعب، المرأة، الطلاب، الفئات الأكاديمية، الفئات الكادحة، العمال، كلهم شاركوا، حتى الأطفال شاركوا بقوة في ثورة تشرين من أجل إحداث هذا التغيير. يعني هذا الوعي الجماهيري المتزايد، إلى أي مدى ترى أنه يقف يعني بالمرصاد لكل الاجتماعات الإقليمية أو أولئك الذين يتدخلون في أمور العراق الداخلية؟ يعني الانتفاضة والاحتجاجات منذ 2011 ونضوجها في العام الماضي الحقيقة أصبح عامل مهم جدا، ليس فقط في استنهاض همم الشعب وكل أطياف الشعب العراقي، لكن أيضا زرع بذور الفرقة الآن في ما بين أزلام الطبقة السياسية الفاسدة، لذلك الآن يعني يتخبطون في إيجاد البديل لما فشلوا به لحد هذه اللحظة بعد الترشيحات العديدة لمجموعة من البدلاء لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ثم أتوا بمحمد توفيق علاوي ثم فشلوا، ثم يعني الآن الحقيقة يعني يحاولون يعني مثل ما نقول بخطى مسبقا هي فاشله، بعد غياب مثل ما قلت يعني قاسم سليماني كان يضغط بهذا الاتجاه ويجد لهم البديل بالنيابه عن خلافاتهم يعني الان. دكتور، يعني الثوار هم رافضون بالمجمل بالكامل للنفوذ الايراني وكل من ياتي من ايران للتدخل بشان العراقي وفي تشكيل الحكومه وغيرها من الامور. يعني هذا الامر، يعني عمليات القتل، الاعتقال، الخطف التي تستخدم، هل ستنجح في إفشال ثورة تشرين مثل ما يحاول السياسيون وزعماء الأحزاب فعله في العراق، وإحباط هذه الثورة وإفشالها؟ لا، هذا طبعا أمر مستبعد، يعني هذا الكلام كان يقال في الأيام الأولى في أكتوبر من السنة الماضية، كان يراهنون بالخمسة أيام الأولى عندما كان عدد الشهداء وصل في 5 أيام إلى 150 شهيد، يعني معدل 30 شهيد في اليوم. الآن تجاوزنا إحنا يعني انتفاضة تشرين المباركة تجاوزت هذا يعني هذه الصعوبات في البقاء والاستمرار، بالعكس هم فشلوا، هم يراهنون على الوقت. الآن العامل الدولي معانا، العامل الإقليمي أيضا باستثناء إيران وأتباع إيران، لكنه الشعب العراقي هو القول الفصل في العملية كلها، مصر، شبابنا مصرين رابضين يعني متواصلين في ساحات الاعتصام، في أي يوم في أي وقت بإمكانهم إخراج مليونية، ونشاهدها إحنا في حالات التحدي إذا نزل أي اسم الآن هم من عندهم كمرشح. احنا مو فقط ايران يعني مرشحة نرفضه، نرفض حتى مرشحيهم الان، مرشحي الكتل السياسيه يعني القابضين على السلطه الان ايضا مرشحيهم مرفوضين مثل ما نشوفهم احنا بالساحات. نعم. يعني اليوم بالذات نزلت صوره برفض التمديد لعادل عبد المهدي، هذا مؤشر قوي جدا. نعم. انه اذا كان هناك فعلا نيه لتمديد او لتجديد ولاية عادل عبد المهدي فهي مرفوضة، يعني هذا هو المغزى الحقيقي، أنه الثوار رافضين أي بديل يأتي منهم، هذا نعم. هو المغزى الحقيقي للموضوع، يعني مثل ما قلنا. شكرا لك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك.